إيران. أيضا هذا عمل الميليشيات الإيرانية. صورة في إيران تظهر طفلين قتيلين والخلفية علم حزب الله وعلم النظام. أيضا هذا النشاط يقوم فيه الإيرانيون في سوريا وهو تجنيد أطفال. أيضا صورة أخرى، هذه مجموعات جندتها داعش. فما الفرق بين داعش والميليشيات الإيرانية والنظام؟ كلهم يجندوا الأطفال. هذا الطفل اسمه نور. نور طفل لبناني جنده حزب الله، وقع على وثيقة، هذه الوثيقة تظهر في الصورة، وقع ما يسمى بتوقيعة البيعة. هذه موجودة عند بعض الفصائل التي تعتنق يعني توجه راديكالي معين. وقع هذا الطفل وثيقة اسمها البيعة. وهذه هنا الصورة الأخرى لنفس الطفل، قتيل طبعا في صندوق خشبي وعليه علم حزب الله. هذا الطفل لا يتجاوز 13 عاما. هذه نقاط مشتركة، هذه رسالتي. وهذه أيضا عمليات تهجير تقوم فيها داعش في بحق أهالي منطقة دير الزور والرقة في المنطقة الشرقية التي الآن تدعم فيها الولايات المتحدة الأمريكية، تدعم البي كي كي والبي اي دي. هذه عمليات تهجير أيضا تقوم فيها عملية البي اي دي، مجموعات البي اي دي والبي كي كي لأهالي الرقة وأهالي دير الزور. طبعا كلها صور متماثلة، لكن القاسم المشترك بينهم أن هذه نظام وهذه داعش وهذه بيدي وبككي. لا أريد أن أطيل عليكم. هذه رسائلي أردت أن أوصلها عبركم، وعذرا على الإطالة وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أؤكد على الجرائم التي يقوم بها النظام مدعوما بالميليشيات الأجنبية الإيرانية والشيعية التي استخدمها النظام بقتل أهلنا، ومؤخرا ارتكب مجزرتين في جرجانات والرفة وقتل أطفال في المدارس. نطالب المجتمع الدولي بطرد كافة الميليشيات الإيرانية الشيعية والروسية من الأراضي السورية لأنها تقوم بقتل أطفالنا ونسائنا، ونطالب المجتمع الدولي بفتح قضية تحقيق مصادر الأسلحة الكيماوية التي يقوم النظام بقصف الشعب السوري وينشئ تمثيليات على وسائل الإعلام. نطالب بالتحقيق عن مصادر إطلاق هذه الأسلحة التي يقوم النظام بقتل الشعب السوري فيها، وكذلك نطالب بالاعتراف عن مصير المعتقلين الذي يقوم النظام بقتلهم. نطالب باعتقال رؤساء السجون والفروع الأمنية لدى النظام والتحقيق معهم عن مصير مئات ألوف المعتقلين وعدم تأجيل هذه القضية. النظام يقوم باعتقال آلاف المعتقلين ولا يفرج عنهم. وأيضا نثمن جهود الجيش التركي والحكومة التركية في دعم القضية السورية ومحاربة الإرهابيين الانفصاليين PKK وداعش وطردهم من مناطق درع الفرات وغصن الزيتون. ونطالب ونثمن الجهود التركية بالانتقال إلى شرق الفرات لمطاردة الانفصاليين من BYD وPKK وطرد الانفصاليين الإرهابيين الذين يقومون بتجنيد الأطفال والنساء وقتل الأبرياء المدنيين ومحاولة فصل شرق الفرات عن سوريا. ونشكر كافة الجهود التي تقوم بها الحكومة التركية ونثمنها. وشكرا لكم. ووصلني الآن، قبل أن أسمع لسؤالين من أسئلتكم، وصلني الآن أن النظام السوري قام اللحظة بقصف بلدة التح في مدينة إدلب. هل برأيكم أن النظام بمثل هذا الإجرام والمفاوضات الجارية يقوم بقصف المدنيين في بلدة التح في إدلب؟ إنه نظام يريد أن يعطي رسالة أنه لا يوجد لديه سوى الحل السياسي وسوى الحل العسكري، ولا يريد حلا سياسيا من أي نوع كان. الآن أخذ سؤالي من الأسئلة، من يحب أن، إذا كانت لا توجد أسئلة تفضل. Thank you very much, Mr. Ahmed Al-Toma. شكرا جزيلا السيد أحمد الطوما. We have a time limitation. لدينا جزء قليل من الأسئلة لنعطي الكلمة للوفود الأخرى. Yeah.
We have to give opportunity to other delegations. يجب أن نعطي الإمكانية للوفود الأخرى للحديث. لذلك لدينا وقت محدد لنأخذ سؤال واحد فقط. سأعطي السؤال. لقد قلتم أنه لتشكيل اللجنة للدستور هناك تضارب في الآراء. هل تسمعون الترجمة؟ نعم، لقد قلتم أن هناك تضارب في وجهات النظر في هذه المسألة، وأمس ناقشتم لفترة طويلة هذه المسألة. ما هي التضارب، أهم نقاط تضارب في الرأي في لجنة الدستورية؟ هل توافقون بمشاركة الأكراد في هذه اللجنة، أو أن مشاركة الأكراد تعتبر نقطة الخلاف بين الأطراف؟ السؤال الثاني، هل توافقون على البيان المشترك للجولة الرابعة لمحادثات السنة، على اعتبار بأنكم تتهمون النظام السوري وروسيا وإيران بعدم الالتزام بما أخذوه على عاتقهم من التزامات؟ وشكرا لكم. أنا قلت أنه هناك خلافات حول اللجنة الدستورية، ولكن لم أقل أبدا أن هذه الخلافات ستكون معوقة نهائيا في حل هذه القصة. المسألة تحتاج إلى مزيد من المباحثات، ونحن نعتقد أنه في النهاية سوف يتم الوصول إلى حل. أما فيما يتعلق بسؤالك الآخر حول مسألة الانتهاكات، الكل يعرف أن النظام لا يريد حلا سياسيا، بل يريد حلا عسكريا فقط، وهو مستمر في انتهاكاته، وهذه الانتهاكات مرصودة من قبل الجميع. وإذا تقارن بين انتهاكات النظام والردود التي تردها المعارضة عليه فلا تذكر أبدا. فرق شتان بين إجرام النظام وبين ما يحاول إخوتنا في الميدان الدفاع عن المدنيين في تلك المنطقة. نشكركم إخوتنا الكرام على حسن استماعكم، وعلى أمل أن نلتقي بكم قريبا إن شاء الله. Thank you very much. شكرا. مسار أستانا هو شكل من أشكال المباحثات التي انطلقت في الأساس لدعم جهود التسوية في سوريا بعد سنوات من الصراع، وانطلقت أولى جولاته في شهر يناير من عام 2017 بحضور وفد من الحكومة السورية ووفد موحد من فصائل المعارضة، بحضور الدول الضامنة والمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا. عدة جولات استضافتها العاصمة الكازاخية أستانا، حيث ركزت الجولات من الأولى وحتى الثامنة على الجوانب العسكرية، وخاصة ما يتعلق بشروط وقف إطلاق النار وتثبيته. أما الجولتان التاسعة والعاشرة فقد ركزت على الوضع السياسي داخل سوريا وقضية إدلب. أرصت مفاوضات أستانا لأول مرة ما يعرف بمناطق خفض التصعيد في ريف دمشق وريف حمص ودرعا وإدلب، كما نجحت في إقامة ممرات إنسانية تهدف لإيصال المساعدات إلى المدنيين المحاصرين في مدن الصراع. ومن ضمن اتفاقات أستانا أيضا نشر قوة مراقبة روسية في مناطق خفض التصعيد لضمان عدم خرق الهدنة، ومنه تشكلت ما يعرف حاليا بمركز المصالحة الروسي الذي أخذ مهام الوساطة لضم المدن والقرى السورية لاتفاقات المصالحة. وكذلك تم الاتفاق على محاربة التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة وكل التنظيمات المرتبطة بهما. وأكدت البيانات الختامية في كل جولة من المفاوضات على حق اللاجئين في العالم
العودة إلى مناطق سكنهم والتمهيد لفتح المعابر الحدودية أمام عودتهم، إضافة إلى حث المجتمع الدولي على دعم العملية السياسية من أجل سرعة تنفيذ كل الخطوات المتفق عليها في قرار مجلس الأمن 2254. وبذلك تحول مسار أستانا منذ انطلاقه إلى مصدر للمبادرات الأبرز في النزاع السوري بالتوازي مع مسار جنيف الذي ترعاه الأمم المتحدة وصولا للتسوية السياسية. إيدكس 2018. إيدكس 2018، الفترة من الثالث وحتى الخامس من ديسمبر 2018. قوتنا نصنعها بأيدينا. أجمل الأغاني الدينية. نادت 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 يا رسول الله اشفع لي في الجنة. اتصل على الأرقام الموجودة على الشاشة أو ابعت كود الأغنية في رسالة وخليها كول تونك. اللاجئين إلى ديارهم ومساء إعادة الإعمار بعد انتهاء الأزمة، وأيضا المساء الإنسانية وتقديم المساعدات الإنسانية لكل أطياف المجتمع السوري بغض النظر عن مكان تواجد هؤلاء الناس في المجتمع السوري، سواء في الأراضي التي تسيطر عليها دمشق أو في الأراضي التي تسيطر عليها الآن المعارضة. هذه المسألة تملك أهمية أيضا كبيرة وهي تشكيل اللجنة الدستورية. لن أتطرق إلى التفاصيل لأن العمل ما زال مستمرا، ولكن علي أن أشير إلى أننا قد قربنا كثيرا من الهدف المطلوب، وبعد ذلك يمكن أن نتحدث عن تشكيل اللجنة الدستورية، والعمل يسير على قدم وساق في مختلف المنصات، وجرى بعض التغييرات من في قوائم المرشحين إلى اللجنة الدستورية من قبل الدول الضامنة إلى ديمستورا. نحن
سنعمل لكي يتم التوافق بشكل نهائي على قائمة المرشحين، وهذا يتطلب جهودا كبيرة. أود أن أشير هنا مجددا إلى أن روسيا الاتحادية تدعم تشكيل آلية فعالة وهي اللجنة السورية لتتمكن من إحداث أو إجراء نتائج إيجابية تشريعية وتشكيل وإجراء الإصلاحات الدستورية في سوريا لنحصل على النتائج المطلوبة. ونحن ننظر في هذه المسائل بشكل متوازن، وكل الوفود التي حضرت اليوم إلى منصة أستانا سواء الوفد التركي أو الإيراني أو الوفود السورية قد أظهرت مزاجا إيجابيا لمناقشة هذه المسائل، وهناك ثقة تعم الأجواء بأننا يمكننا أن نصل إلى نتائج في القريب العاجل. أما فيما يخص الأوضاع على الأرض فبشكل عام هناك نهج جيد نراه على الأرض، وخاصة في جنوب سوريا، وخاصة بعد فتح المعابر الحدودية مثل معبر النصيب، فالحياة تعود إلى مجراها والناس تعود إلى ديارها وتمارس الزراعة، ويتم إعادة بناء المدارس والبنى التحتية، وبالتالي هذا يعتبر مثالا جيدا لكل السوريين الذين يعيشون اليوم خارج الأراضي السورية في دول أخرى. كما تعلمون أن العدد الأكبر من اللاجئين موجودون في تركيا والأردن ولبنان، وعلى هامش منصة أستانا كما تعلمون تم إجراء محادثات مكثفة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتمت مناقشة مسائل تقديم التعاون من قبل هذه المفوضة للعمل المستمر والدؤوب لإعادة اللاجئين إلى ديارهم على الأراضي السورية، وهذه مسألة هامة جدا. وهذه المسألة ما تزال مطروحة على جميع الطاولات سواء في المؤتمر الدولي حول اللاجئين، بغض النظر عن أنه لم يتم تحديد موعد إجراء هذا موعد هذا المؤتمر، ولكن سوف تناقش هذه المسائل خلال هذا المؤتمر عند عقده. وأود أن ألغي بعض القلق الموجود لدى الدول الغربية التي تخاف وتقلق من إجراء مثل هذه المؤتمرات الدولية، وتنظر فيها على أنها محاولة للضغط على المجتمع الدولي بهدف الحصول على تمويل لإعادة تمويل البلاد أو إعادة إعمار البلاد عفوا. والحديث هنا يدور حول مسائل تهيئة الظروف لإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم وإلى بلادهم في سوريا، وأعتقد أن هذا هدف سامي ومهمة لابد أن نشترك جميعنا وجميع المجتمع الدولي في حل هذه المهمة والمسألة، لأنه تهيئة الظروف المناسبة في سوريا ستسمح في تشجيع عملية التسوية، وسيساعد في إقناع الكثير من اللاجئين باتخاذ القرار للعودة إلى بلادهم. ولكن الآن
هذه الكمية حوالي 27 أو 28% فقط من اللاجئين الراغبين في العودة، ونأمل بأنه بعد إعادة الإعمار في سوريا سوف يزيد عدد هؤلاء الراغبين من اللاجئين. وخلال منصة السنة أعرنا الاهتمام الكبير لمسألة تبادل الأسرى والمعتقلين، وقد جرى التبادل الأول منذ فترة حيث تم تبادل 10 أشخاص من كل جانب. هذه الأرقام قليلة، ولكن إذا قارناها بالمصير الإنساني فعشرون شخصا يعتبر خطوة جيدة للأمام وإشارة إيجابية بأن هذه العملية قد أطلقت، وأنه في الفترة القريبة سنرى تبادلا بتبادل أوسع وبأعداد أكبر. وهناك هذا العمل يجري بمشاركة منظمة الأمن الجماعي، ونعتقد بأن هذا العدد فيما بعد في الفترة القريبة سيصل إلى 50 شخص، وسوف يزداد عدد الأشخاص الذين سيتم تبادلهم من المعتقلين. لقد تم أيضا مناقشة إعادة إعمار سوريا، وكما تعلمون أن هناك بعض الدول الغربية والولايات المتحدة على رأسها تتشدد في مسألة تقديم التمويل لإعادة إعمار سوريا قبيل الإصلاحات السياسية الواسعة. نطلب من الجميع عدم تسييس هذه المسألة، لأن مصير والحياة اليومية لملايين المواطنين السوريين الذين يعانون من الأوضاع الحالية للبنى التحتية في سوريا وهذا الدمار الذي لحق بها. لذلك لابد علينا من إيجاد الحلول لتسهيل وتخفيف معاناة السوريين. لقد ناقشت معكم كل المسائل الهامة التي تم نقاشها، وأود الإشارة إلى أن مسألة مكافحة الإرهاب ما زالت مسألة قائمة ومهمة، وقد ركزنا على ذلك وخاصة مع ممثلي وفد المعارضة السورية بحول عدم قبول قدوم المسلحين إلى منطقة إدلب، المنطقة المحددة كمنطقة خفض تصعيد. من هذه المنظمات الإرهابية وعددهم حوالي 15,000 مسلح، وقد تحدثوا عن ذلك أمس وسأتحدث عنه اليوم، أنه لا بد لروسيا أن تقدم مساعدة للمعارضة في القضاء على الإرهابيين وهؤلاء المسلحين. وها هي النقاط الأهم التي ناقشناها. أود أن أؤكد لكم أنه من خلال انطباعاتنا أن هذه المناقشات قد جرت في جو إيجابي، وأن منصة السنة تستمر بعملها وتبقى إحدى أهم المنصات والآليات الفعالة القادرة على اتخاذ قرارات، والأهم من ذلك تنفيذ هذه القرارات التي تم اتخاذها. والآن أود الإجابة على أسئلتكم، تفضلوا.
طاب نهاركم. بس الحاج جاسم الآن ما هو رأي الدول الضامنة حول ما تقوم به الولايات المتحدة في شمال وشرق سوريا حيث يقومون ببناء قواعد عسكرية.